يا عم ماشي ماشي يا عم ماشي يا ابو يوسف ماشي. بص بقى ابو يوسف بدا تكتب عليه ابو بيكسر يا عم والله بيكسر يا عم خلاص بقى هو خلاص هو بيحب يكسر خلاص كسره بقى يا عم تكسر الولد يا عم انا ما ورد لا حد حد منكم يدخل معايا ما انا مش هستحمل انا بوري خش بقى ابو يوسف انتوا ثلاثه ضد الامه انا الواحد خش بقى ابو يوسف معايا لا خش خش مع بودي خش مع بودي انا معاك اهو تريكه بقى ايه ايه ده بقى وبس انا الله تريكه والله يا بودي انت شلم شلم يا يخلط خلاص هيكسبني تعال يا ابني ربنا يا عم تعال يا تريكا تعال تريكا معايا يلا مدمجوا مدمجوا بوريك انا جاي معاك دلوقتي كسبتك بقى خلاص بقى اشتهد بالله تريكة خلاص انتوا الاثنين مع بعض وانا لوحدي ومدري لوحدي عشان انا مش ناقص شلل ماشي انا لوحدي ما تقلقش وانا كده انا لوحدي يعني يا ابو يوسف ايه رزق فيك رقم 5 اللعبة بدأت تعلق في حد عنده صوت صفار بس مش انا مش انا اللي عندي صوت الصفار تريكا نعم انت كان عندك صوت صفار لا يا عم يا عمي مين ده مين ده ده موري انت كده بتعمل ايه تعالى يا بابا ايه هو ده تعالى يا بابا دانا توكسي لا 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 تعالى يعني اللي بنعليك يا بودي خلاص اللي بنعليك خلاص يا بودي انت بستخدم المطرقة المطرقة ايه؟ يا بتكتبه تريكا وبوريك مع بعض ماشي لا لا انا مش عايزه ابقى مع حد ان شاء الله لو هو انت ثلاثه مش عايز حد يكسر بس انا اصلا انا مش بكسر يا ابني ابو يوسف دخل لحالي انا لوحدي الله ده انا معايا الدلع مين انا معايا الدلع انت يا ادهم انت تسلم انا معايا المشرقه معايا قصدي الدلع ما تكسرش
كسرش ولا والله عشان لو وقعت هتجنن وموت. انا ما قلت ما حدش يكسر. ما تكسرش يا عم. ما تكسرش. حاسسك زوق. ده انت يا. ما تكسرش. ما تكسرش. ايه ده؟ لا ده انا مصيت يعني. بورك والله هو اللي بيكسر. يا بورك انت خلاص اهو بورك. بورك ما تكسرش، لا انت بورك ما تخسرش. الكسر هو اللي وصل بعد بورك اتكسر. هذا هو تاني بورك ما تكسرش. هذا هو تاني بورك ما تكسرش. بورك انت متكسر. مين اللي بيرش ده؟ ده انا يا عم. طب دخله يا عم نزيه. طلعت هو بلالي. متوقعش ان انت اللي تعمل كده اصلا. متوقعش. متكسرش. ادخل معاك يا متكسرش. يا ابو يوسف دخل معايا يعني عشان انا يا مودي يا مودي سيبك سيبك انت اللي كنت عليا صح؟ موتو يا عم موتو انت اللي كنت عليا مش تمشي وبارك لو رقصت جاي الرقصه دي والله العظيم هبكسك عليك. انا صابر عليك على فكره يا عم. متقصرش على كل شخص يعملها. رب بقى انا مش عايزه اتشل. ابوس بقى انا بارك. متقصرش. متقصر ولا لا؟ لو متقصر لو اتقصر يا ابني مش هتصعبك تاني. تريكا نعم نعم ما زشت مع بوسك وماسك نفسي. لا وعمله عبيط قوي. اخي دخل معايا دخل معايا. لحد ما تحصلي بقعد. ما خسرت والله العظيم هشتمه. انت تخسر فعلا من مين ده اللي رايح عمي؟ انت هتموت من منه. هتشلم منه هي 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 مين ده اللي هياخد؟ يلا يلا احسن بودي ما تكسرش. بودي تعالى 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 مودي ليه؟ عادي يقدر يعمل ايه؟
يا لهوي يا ابني ماشي يا عم سيبه يكسر سيبه يكسر انا سايبه اصلا قول لي ما تكسرش يا عم بقى يا عم سيبه سيبه بس سيبه بس سيبه بس الرؤيه قبل كده وانا بلعب اللعبه دي وكان في صاحب معايا افتكرته عدو قلت قص عليه وقع وقعت اسف اسف معلش ما خدتش بالي لكن هو كان اجنبي انا وبرك هنبقى مع بعض مودي خش لوحدك مودي دخل معايا مودي دخل معايا انا وبارك ومودي لا بوريك انا وانت هنبقى مع بعض بس اقسم بالله عليه العظيم لو بودي ده ولا مودي ده دخل معانا اقسم بالله لا ادخل اشتمه عشان انا طهقت منه مودي ما تدخلش معاه اصلا بوريك عادي يكسر بوريك بقى ما تبقاش خبره عشان ده عشان انا لو دخل معايا هدخل اشتمه هدخل اشتمه ايه ده بس دخل شتمت ليه دخل دخل معايا عبيط ما يفهمش يا مودي بقول لكم يا جماعه انا بقولك اصلا ما دخلتش عم وودي ده اصلا مين انا اضرب عليك اقتل بودي ده وهنرقص عليه ايه رايك اقتله بس اقتله ما تقتلنيش اقتله لا ماشي اقتله بس اقتله يا ربي يا ربي على قلبه